في عام 2003 بينما كان لاعب كرة القدم الكاميروني مارك فيبيان فوي يلعب مع فريقه في كأس القارات، سقط فجأة في الدقيقة 72 على أرض الملعب، فنقل على الفور إلى غرفة الإسعاف، لكن لم ينجح أحد في إنقاذه لتعلن وفاته. وفي يونيو عام 2013 الممثل المخضرم جيمس غاندولفيني اللي اشتهر بدور توني سوبرانو في مسلسل سوبرانوز لقاه ابنه جثة هامدة على أرضية الحمام بالفندق اللي كانوا فيه في روما، ليؤكد الأطباء لاحقاً أنه مات نتيجة لنوبة قلبية. فماذا يا ترى كان السبب في تلك الحالات؟ مؤخراً ارتفعت أعداد اللاعبين اللي يموتون أثناء اللعب، حيث سقط أكثر من 20 لاعب على أرض الملعب، والسبب واحد، أمراض القلب. تقول الـ WHO منظمة الصحة العالمية أن الأمراض القلبية هي المسبب الأول للموت في العالم. أمراض القلب هذه تقتل أكثر من 17 مليون إنسان على مستوى العالم بحسب دراسة لمركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC. الشيء المهم هو أن مشاكل القلب لا تصيب الكبار فقط، بل حتى الشباب أيضاً، فخطرها يهدد الجميع. وحسب دراسة لجامعة هارفارد، فحوالي 10% من اللي عندهم أمراض قلب هم من الفئة العمرية تحت سن 45. تعبيرات مثل قلبي انكسر أو حرق قلبي ليست مجرد مبالغات أو كلام عاطفي، بل هناك أبحاث تثبت أنها حقيقة علمية وتسمى متلازمة القلب المكسور أو اعتلال تاكوتسوبو للقلب. وأجريت دراسة مؤخراً في جامعة أرهوس الدنماركية اعتمدت على بيانات مليون شخص تقريباً، توصلت إلى أن اللي يخسرون شريك حياتهم أو يتعرضون لعنف منزلي أو تصلهم أخبار سيئة قد يتعرضون لارتفاع ضربات القلب فجأة، وهنا يصيرون معرضين لأزمات قلبية أكثر من الأشخاص الآخرين بنسبة 41%. لذلك يوصي العلماء بتقديم الدعم النفسي للناس اللي يمرون بخسارة عاطفية أو أزمة نفسية كبيرة. العمل الكثير متعب للقلب، فقد توصلت دراسة في University College لندن إلى أن من يعمل أكثر من 55 ساعة في الأسبوع معرض للإصابة بالرجفان الأذيني، وهو تسارع نبضات القلب وعدم انتظامها، مما يؤدي لانخفاض القدرة على تزويد الجسم بالدم بنسبة تفوق 40% من أولئك الذين يعملون لساعات أقل. كما أن النوم لساعات طويلة في الإجازة الأسبوعية قد يرفع احتمال الموت بأمراض قلبية بنسبة 11%، وذلك حسب دراسة من جامعة أريزونا ستيت يونيفرسيتي اللي تقول إن اختلاف عادات النوم في الإجازة عن أيام العمل العادية في بقية الأسبوع يؤدي لاضطرابات في النوم، مما يرفع الخطر على الأوعية الدموية وضغط الدم. لكن مشكل أمراض القلب بسبب الاكتئاب أو الأكل أو النوم، فهناك أمراض وراثية كاعتلال عضلة القلب التضخمي، وهو يصيب واحد من بين كل 500 طفل في العالم، وقد يؤدي للوفاة المفاجئة. ولذلك طور علماء في مستشفى بوسطن للأطفال جهاز آلي له أنسجة لينة يزرع حول القلب، وميزته أنه يقدر دون توجيه أن يختار الجزء التالف في القلب سواء كان الأيمن أو الأيسر، ويسحب الدم منه ويعيد ضخه إلى الدورة الدموية بانتظام، يعني يقوم بعمل ذلك الجزء التالف بشكل آلي. هذه التجارب إذا ما نجحت فإنها ستغير من حياة كثيرين من مرضى القلب. يبدو أن عدم انتظام ضربات القلب هو عرض مشترك لكثير من العوامل المسببة لأمراض القلب. لذلك فإن فريق في معهد القلب بتكساس ابتكر منظم لضربات القلب بدون أسلاك وبحجم قرص الدواء، تصوروا. ولأنه بدون أسلاك تزرع بطارية تحت الإبط، مما يسهل جراحة استبدال البطارية في المستقبل، ويقوم الجهاز بنقل الطاقة خلال الموجات الدقيقة إلى المكثف الكهربائي المزروع في القلب، فيحفز المكثف الكهربائي انقباضات العضلة. الآن يعكف الخبراء على إجراء اختبارات طويلة المدى على حيوانات في المختبر، وإذا نجح هذا الاختراع فراح يكون نقلة نوعية لمرضى القلب اللي يحتاجون إلى منظم.
لو فصيلة دمك O فحب أقول لك مبروك، أنت أقل عرضة للإصابة بالأزمات القلبية من أصحاب الفصائل الأخرى اللي احتمالات إصابتهم تصل ل 9% أكثر منك. ممكن تكون هذه أغرب اكتشافات في عالم الطب في مجال القلب. بحسب المركز الطبي بجامعة غرونينغن بهولندا، هناك علاقة بين نوع فصيلة الدم والإصابة بأزمة قلبية، لكن العلماء ما زالوا يبحثون شو هذه العلاقة بين هالشيئين لتأثير ذلك على ما يسمى بالطب الشخصي، ويعني باختصار تصميم أدوية خاصة لكل مجموعة من الناس تجمع بينهم صفات مشتركة. لكن هناك عوامل أخطر على قلبك من فصيلة دمك. أظهر بحث نشرته مجلة الجمعية الأمريكية للقلب عن وجود اختبار جديد لتحديد ما إذا كان شخص يعاني من نوبة قلبية عند وصوله إلى غرفة الطوارئ أم لا. الاختبار يقيس الضرر بفاعلية وأمان أكثر لأنه عالي الحساسية تجاه بروتين ينطلق في الدم عند وجود ضرر في عضلة القلب اسمه تروبونين. وهناك باحثة في المركز الطبي التابع لجامعة تكساس اسمها ريبيكا فيغن قالت إن هذا الاختبار لم يخطئ أي حالة من 536 مريض دخلوا غرفة الطوارئ بأعراض نوبة قلبية، حيث استبعد الاختبار 30% من المرضى على الفور، و 25% غيرهم اكتشف الجهاز أنهم ما عندهم نوبة قلبية في خلال ساعة واحدة فقط. شو نسوي لو لا قدر الله تعرض شخص معانا لأزمة قلبية؟ المشكلة في الأزمة هي أن الأكسجين اللي يصل من خلال الدم ينقطع عن عضلة القلب مما يؤدي لضمورها وموتها. لكن العلماء تساءلوا ماذا لو استطاعت خلايا القلب أن تولد الأكسجين لنفسها بنفسها مثل ما تفعل النباتات في عملية البناء الضوئي. في كلية الطب بجامعة ستانفورد حقنت خلايا قلوب فئران المختبر ببكتيريا المستنقعات، وهي بكتيريا قادرة على البناء الضوئي، ثم عرضوها للضوء فوجدوا أنها أظهرت مستويات أكبر من الأكسجين في قلوبها وأدت وظائفها بشكل أفضل من الفئران اللي ظلت في الظلام. واستمر هذا التحسن لأربعة أسابيع على الرغم من أن البكتيريا قد تبددت خلال 24 ساعة. ما يزال هذا الإجراء غير جاهز لكي يطبق على البشر، لكن التعامل مع الأزمات القلبية هو سباق مع الزمن، وإذا تم تطبيقه في المستقبل ونجحت هذه البكتيريا في قلوب البشر فربما تنتهي مشكلة الأزمات القلبية. تمكن البروفيسور توماس شايبل من جامعة بايروت في ألمانيا من استخدام بروتين مستخلص من خيوط العنكبوت لبناء نسيج للقلب. هالبروتين يتميز بأنه أكثر متانة وتحملاً من البلاستيك، كما أنه معقم لأن سطح خيوط العنكبوت تمنع غالبية البكتيريا أو الفطريات من الاستقرار عليه. ومن المنتظر أن تبدأ اختبارات هذه التقنية على البشر قريباً بعد أن ثبت نجاحها على الحيوانات. هناك مثل يقول إن الشباب شباب القلب، وحد يقول كلام فاضي، ولكن هناك أيضاً أفلام تتكلم عن الساحرة لتستمد إكسير الحياة من الشابات، ولكن هذا مش كلام فاضي. هناك باحثين من معهد القلب في مركز سيدر سايناي في أمريكا قاموا بدراسة تشير إلى أن ضخ الخلايا الجذعية الشابة في القلوب المسنة تعيد لها شبابها. قام باحثون بحقن نوع من الخلايا الجذعية تسمى كارديوسفير ديرايفت سيل من الفئران حديثي الولادة في قلوب فئران يبلغ متوسط أعمارها 22 شهر، فوجدوا أنه بعد شهر واحد فقط الفئران المسنة استطاعت أن تتمرن بنسبة 20% أكثر من قبل، وشعرها بدأ ينبت بسرعة أكبر. يعني باختصار عاد الشباب لتلك الفئران.
إذا كان بإمكاننا تجديد خلايا القلب، فهل يمكننا إعادة بنائها من الأساس؟ نعم، تمكن العلماء من ذلك وبمكونات غير متوقعة. تعرفون شو؟ السبانخ. النباتات تحتوي على أوردة دقيقة تشبه شبكات الشعيرات الدموية عندنا اللي تقوم بنقل الدم، لذلك فكر باحثون في معهد وورسستر بوليتكنيك في تحويل ورقة سبانخ إلى أنسجة قلبية وإيصال الدم عبر الأوردة الدقيقة الموجودة في أوراقها. وإذا نجحت هذه التجارب واستمرت، فإنها راح تفيد ضحايا الأزمات القلبية، حيث يمكن إنشاء طبقات جديدة من عضلة القلب، إلا أن الأمر بالتأكيد سيحتاج إلى وقت طويل حتى يطبق بالفعل. تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing تطورت جداً في المجال الطبي. فمثلاً المعهد الاتحاد السويسري للتكنولوجيا في زيورخ اللي اسمه ETH قدر أن يطبع يعني قلب كامل بتفاصيله الدقيقة، بل ويعمل كالقلب الحقيقي تماماً. تصوروا، صح أنه ما يعني ما يستخدم إلا لنصف ساعة أو 3000 نبضة فقط لأنه يتحلل بعدها، لكنه مفيد جداً في عمليات القلب، خاصة في حالات توقف قلب المريض عن العمل فجأة. وإذا ما قدر العلماء أنهم يجدون مادة لا تتحلل وطبعوا منها قلب بشري، فإن عمليات زراعة القلب راح تنتهي، وراح تكون تلك نقلة هائلة لمرضى القلب في كل مكان. ربما لم يتوقع الإنسان يوماً أن يحول حكايات السحر والخيال إلى ابتكارات تفيد البشرية، وربما ما خطر على باله أن يستخدم مواد خام من الطبيعة لإعادة ترميم جسمه. لكن العلم عجيب، يحول حقيقة إلى خيال، ولذلك لابد نحطه في رأس قائمة أولوياتنا في الحياة. أتمنى أن يأتي يوم تنتهي فيه معاناة القلوب ويحل فيها السلام والمحبة والسعادة.